السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان، السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو هذا يعني مصور قبل رمضان قديم شوية، لكن بقيت محتفظ عليه وقلت لا بد ما نشارك معكم هذا الفيديو هذا ديال بومندات، لأن بومندات واحد المدينة اللي هي كبيرة ومحترمة وهذه، لكن ما عمرني زرتها وبقيت مديرونجي من جيتها وقلت لا بد خاصني نزورها ونشوفها. وفعلا في الرحلة اللي درت لتصدرين، من بعد ما خرجت من تصدرين شديت الطريق ديالي، جيت قلت غادي نضرب بومندات ونضرب قلعة مقونة ومن ثم ندخل لأزيلال. وفعلا داكشي اللي درت، يعني درت الطريق ديال ملي وصلت بومندات كنت غادي نشد الطريق ديالي في اتجاه قلعة مقونة، لكن من بعد توقفت قلت لابد ما خصني نشوف هاد المدينة هادي، جيت لابد نضرب فيها شي دورة. وقفت هاد الأخ هذا اللي هو سميتو الحسن، كنحييه، شكرا بزاف على التعامل ديالو اللي تعامل معايا. وقفته وقلت له انا ضيف عندكم، بغيت تدور يعني في المدينه وهادي ونشوف مدينتكم هادي، تعطيني بعض الاماكن اللي هي زوينه وبعض الاماكن اللي هي جيد يعني ضروري خاصني نشوفهم. وفعلا يعني تبارك الله دورني المدينه كامله، زنقه شارع يعني محل بكل صراحه، واحد الدوره اللي هي زوينه بزاف. وقبل ما نخرج من المدينه حاولت ما امكن يعني نشري شويه ديال الزيت، شريت واحد القرعه ديال الزيت، زدت شويه الموتور لان سمعت الصوت ديالو ما عجبنيش، زدت شويه ديال الزيت وزيرت بعض البونط ديال الرويضه وهذه، وقلبت فيريفيت الفران لان كان فراني وكان كنسمع الصوت ديال قلت لكم لي بلاكيت اللي هما تمحاو ولا هذه، لكن ملي قلبتهم لقيتهم يعني قال لي السيكليس بان عامرين بزاف، لان بحال قلتي درتهم اليوم والغد لي شديت الطريق يعني باقيين جداد، ولكن مع الطريق اللي دزتها كلها فيراجات وخدمت الفران بزاف ديال المرات قلت ياك ما يكونوا شي حاجه اللي هي ناقصه ولا هادي ودغيا تمحاو. ومن بعد يعني صافي رشيتهم بشويه الماء وهادي، خليت الموتور تابرد، غسلتهم شويه وكملت طريقي. مسافر ايدي غسال غير في بردان هذا شينين تلا بومندات صغير في 25 كيلومتر زيت مدينة قلعة مقونة، يرت مدينين دغيان وسيف اسمنس اسيف ندات يو بريد نص رقم 10 يلي انتكتول يرو بريد تنقلعة مقونة بومندات ابريد دائما يعمر ورد يتيباي جميع السكان امازيغ نايلين ارسوال سيلس امازيغ بشدة غي الناس الحسن هي المواصفات داري التوصاف تا مدينة إنش أكبر شارع هي الأقاليم الجنوب الشرقي، وعلى ما أظن مش كنت غتحل الصعيد الوطني، شارع اللي هو أطول شارع هي الخرجات دغن بومندات اتجاه قلعة مقونة. فمش تعيد مغرلا فيديو تيني مش تلوق تقدر تدوغ وتقريبا تدوغ 70 كيلومتر الساعة، بعض المرات 60 يعني الجبدة اللي هي طويلة بزاف. فالحد الآن ورتوك فوكي الشارع ورتا في غزيت مدينة بومندات باش ضمز غبريد اتجاه قلعة النار لاباس. ما شاء الله تا مدينة تسدي ديال النظافة تا خاتار ديال مدينة بومندات، الشوارع هي نفس البني نفس باخ تيتشاني البيبان نفس باخ تستو سبغني غرمان، تطابق دغل الالوان النظام شيء الجمالية الشارع تخاتر يبريدين وغر تيجان قلعة مقونة وريطول بزاف المسافة اللي كشمغي في قلعة مقونة. قلعة مقونة مدينة النيز تيجنر تعودني الموسم المهرجان نتكان مهرجان موسم الورد نجني الورد راه الطريق مدينة قلعة مقونة اللي كفغ اتجاهن غير نمقون زي غير نمقون غير اتجاهن انتابان زي تابان تغربو قماز، لكن الغريب في الامر واخيرا جمع خدم طوطة السنتي لفت نايت خمان عاصمة نايت دودو علي، وهذا العيد غير دير صفرح بزاف والوقت تا غير يتم جمع ديال الشخص عرقان قلت ميزان رياض نعيسي انت ما زرتنش، فهذا شرف ويد غير دير صفرح بزاف. والهدف زي الرحلات هو تعريف المنطقة، تعريف استيلاف، تعريف الإقليم وزلال، ودائما
ما أسعى يعني أتيس المنطقة أكثر وأكثر. فبكل صراحة دي تغيم الحال لقد تغيديس قستشة مزيد تستني اختيلف، ولكن للأسف تتني التفاق مرتسين عاد لقد تغيد تتحول أنس عرف خست مزير تعرفها ستيلف أكثر وأكثر دي تيسوسا دي تيختلا يعني. لكن ده فرحة بزاف لقد تغيدي تجمع عشان الشخص دي شتيني مزيد هي دغلت مزيد تستني تيلف فدي شتيني تيلف نايت سخمان بجديت كل جيت نواويز خذكادات كد شيتنا القصيبة هذه يعني دي شيء كمعلومة تغيفت مازيرت وايد تغيفت صراح بزاف. فأخيرا يعني اتجاه فغزي إغيل نمقون زي قلات مقونة كغيل نمقونة مزغابري دغر تابانت تابانت يعني ير قلات مقونة تابانت يتل المسافة اني خاطر بزاف تقريبا تدى 425 كيلومتر، لكن كلها منعرجات كلها طريق اللي هي خطيرة بزاف وقليل إذا تم جماعات تشان ترونسبور وبالأخص ديك تزريد كوي دوران الناغ إنه يقرب من غير القلعة. فالوقت الناغ ده تدود إيولنش فقط يبردان قليل قليل تم جماعات تشان. أوه ماي جاد هيا غنسول تسي الحسن ده غيت نعاد تمازير تنبو مالنداتس كل صراحة كتيان اللغز يديهن لأنه وجين تتخيل غي سيمشي وجين تتخيل غي ستو ساعت ستو ساعت تختي خيطر تتغنات خاطر تمدين تتغن بومالنداتس بومالنداتس خاطر بزاف. كنت أتخيل بومالنداتس كقرية اللي هي صغيرة هي تمدين تليا مجموعة، لكن هيهات هيهات بومالنداتس خاطر بزاف خاطر بزاف، لكن هي انت بكل صراحة الأزيقانس الشوارعنس مدينة اللي هي بكل صراحة دا تشرف مدنس دا تشرف السكانس. نسول تسيل حسن داغي صدور يزناقي داغ زنقا زنقا الشارع الشارع يعني مرستي يغريخ أرن نسيبو مالندات، لكن ستيراني غاس باركا غي في شكرا بزاف يعني بكل صراحة وريب خيل غي في بشدينة المنطقة مدينة اللي دتيني قول ناس بأنه ذي تفتخار مدينة اللي دتيني هذا مدينة النغ هيمشي داتي أبو مالندات. ينظر يخصص يخشوي الكولان يرد غور السيبو عرفها بكل صراحة جمعت اني حلان بزاف عرضاغ بزاف لكن بكل صراحة يعني ديت السود بان يتبع شو بريد يعني بريد اللي هو مجهول ورتي تسند ورجين تتكيد يعني لأول مرة تتكيد ورتي تسند بمشية فلا بد يعني دا تحول ما مكانت تسرعد باش تقضو الغارة نشطم زدا بريد.
التصوار خص الكاميرا يعني الشوارع الازقيه الفيديويين، لكن كنت كسر الكاسك توخت تيسخسي القيم التصوار. فادعوكم الى زياره يعني الجنوب الشرقي، لان بكل صراحه ديك المنظر ديك الديكور ديك يعني يختلف بزاف غير في تمازيرت النغب بزاف بزاف. أقول إبردان اختصر بزاف، والحمد لله أقول لو دمدن زي المناطق ورغضي ذي التول زي المناطق التغلي، أنا بكل صراحة أقول إبردان رزاني الحاجز التغلي هو البعد المسافة، لأن أقول إبردان اختصر صغيرة توفر غيفية السيارة غيفية الموتور تسنى تنقل، فكون على يقين بأن المسافة تختصر تميزار طهين ديك الخير اللي هو كبير بزاف وديك سن ميدتين الإنسان. فتبارك الله عليكم وشكرا.